أكد الشيخ خالد بن علي بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إرساء قيم التسامح بات اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الاتصال الإنساني والتي صاحبها العديد من أشكال التطرف والكراهية، ما يستلزم منا جميعا العمل على كافة المستويات لبث الوعي والمعرفة وتأصيل الهوية الوطنية الجامعة لأطفالنا وشبابنا وتكريس الاحترام للتنوع الثقافي باعتباره رافدا لتطور الشعوب ونمائها ورخائها، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية والدولية نحو تعزيز التسامح. جاء ذلك لدى رعايته افتتاح أعمال مؤتمر دور التعليم في تعزيز قيم التسامح في مملكة البحرين عبر التاريخ، والذي ينظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مندوبا عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه، بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من كبار المدعوين. وأكد معالي وزير العدل أن الرعاية الملكية لهذا الملتقى هي تجسيد للرؤية الملكية السامية وما يتميز به عهد جلالته من إعلاء لقيم التعايش والسلم وتعزيز الحوار البناء على أساس من المواطنة التي تحتضن الجميع، تلك القيم التي تعكس ما عرف به شعب البحرين طوال تاريخه من وسطية واعتدال. وأوضح وزير العدل أن هذا الملتقى يأتي ليسلط الضوء على جانب محوري في إرساء قيم التسامح من خلال التراكم المعرفي لما لذلك من دور أساسي في نشر ثقافة التسامح وإبراز أهمية التضامن بين الأفراد والأمم. بدوره أكد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن مساعي القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله جاءت لبث قيم التسامح والتعايش السلمي والتشجيع على الحوار من منطلق الأسس التي بني عليها المجتمع البحريني منذ مئات السنين. وقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي خلال حفل افتتاح المؤتمر بتخريج 20 طالبا وطالبة الذين شاركوا في برنامج الملك حمد للإيمان بالقادة الشباب لنشر قيم التسامح من مختلف جامعات البحرين. وفي الجلسة الرئيسة من أعمال المؤتمر أعرب فخامة الرئيس حارث سيلاذيتش الرئيس الأسبق للبوسنة والهرسك في كلمته عن شكره الخاص لجلالة الملك المفدى على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر وتبنيه لمشروع إصلاحي رائد إقليميا وعالميا لتعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام والوئام والتنمية المستدامة. ووصف سيلاذيتش مملكة البحرين بالبلد الكريم والكبير بتطلعاته ومنجزاته وتاريخه العريق في مجال التسامح والتعايش السلمي وحبه للآخر، مؤكدا أن المملكة تمتلك نموذجا استثنائيا قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم. من جهته تحدث المحاضر في جامعة البحرين الدكتور نادر كاظم عن أبرز ملامح تاريخ البحرين في التسامح والتعايش السلمي وبدايات العملية التعليمية في أواخر القرن التاسع عشر والتي انطلقت مع الإرسالية الأمريكية في عام 1899 لتتحول لاحقا إلى مدرسة الرجاء ومن ثم مدرسة الهداية الخليفية لتكون الانطلاقة الأولى للتعليم النظامي في البحرين في عام 1919. من قلب العالم الإسلامي من منامة الخير أقيم مؤتمر دور التعليم في تعزيز قيم التسامح في مملكة البحرين عبر التاريخ، والذي ينظمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والذي افتتحه مندوبا عن عاهل البلاد المفدى حفظه الله
الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح واحتفالات مملكة البحرين بمرور 100 عام على التعليم النظامي، نظرا لأهمية التعليم في قرص مفاهيم وقيم التسامح والتعايش السلمي في العملية التعليمية والممارسات اليومية. هذا المؤتمر تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله وشعبه وبلده، لأن هذا بلد يتمسك بقيم التسامح والتعايش، وهذا الشيء ضرورة في عالمنا اليوم. فأحيي شعب مملكة البحرين كله. اليوم أنا سعيد في حضور هذه الندوة بهذه المناسبة اللي تأصل للتسامح في البحرين أرضا وشعبا، قيادة ومسؤولين. وأنا أعتقد بأن التسامح صفة أصيلة في هذا الشعب وفي هذا البلد، وهناك شهادات، ليس نحن من نقول ذلك، وإنما الآخرين هم من يقولون إن هذا الشعب الطيب المتسامح المتلاحم على مدى التاريخ، لأن البحرين مغروس بحضارة عمرها آلاف السنين. ولذلك أنا أعتقد الأجنبي لما يأتي يتمنى أن تكون البحرين مقاما له، بحيث يعيش في هذا الجو المتسامح الطيب. التعليم أساسا بدأ في البحرين من أجل التسامح، بدأ من أجل التسامح، يعني مدرسة الإرسالية الأمريكية أساسا بدأت لتعليم 3 أطفال متنصرين هربوا من العراق لالتجأوا للبحرين من أجل أن يعيشوا بحقهم في الاختلاف كمسيحيين، وأيضا حقهم أن يتعلموا. والتسامح أساسا هو قرين التنوع، يعني ما في تسامح إلا في بشر مختلفين ومتنوعين ومتعددين ينتمون إلى الديان وإثنيات متعددة، وبالتالي هم بحاجة ليتعايشوا مع بعض، أن يؤمن أحدهم بحق الآخر بأن يكون مختلف، أن يكون على ما هو عليه. هذا الحدث اليوم بزيارة الرئيس الأسبق لجمهورية البوسنة والهرسك، دعوة لإلقاء هذه المحاضرة لإعطاء أبعاد أخرى لرؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه. والبحرين طبعا تاريخها طويل في التعايش، تاريخ كبير أثبتت الأيام والعصور، يعني الجاليات، الديانات، جميع الكل عايش بسلام وبمحبة، ويعني ونحن جزء من هذا المجتمع. أننا في البحرين بلد متسامح، أن البحرين الحقيقة بلد منفتح، وأنه الأبناء يعني الناس كلها تشعر في البحرين براحة نفسية، ولا يشعر الحقيقة المقيم في البحرين أو الزائر إلى البحرين بأنه غريب. وهذا الحقيقة مبدأ التسامح، ولذلك أنا الحقيقة هذه مشاركتي في هذا المؤتمر أو هذه التظاهرة العظيمة التي تؤكد على شيء نؤمن به منذ البداية. ولذلك يجب أن يعني التعليم يكون فيه ما يؤكد على استمرارية هذا العمل. مملكة البحرين استطاعت من خلال احتضانها كافة الديانات بتنوعها أن تضع ضمن أولوياتها الضمان الكامل والعادل لحقوق الأقليات في التجمع والعبادة والتعليم وممارسة شعائرهم الدينية بحرية، كما يؤكد هذا المؤتمر دور مملكة البحرين في تعليم الشباب وتنمية أفكارهم، كون الشباب هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع. أنا جدا سعيدة أن أنا متواجدة هنا، أشكر مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أنه هو أتاح لي هاي الفرصة، أعطونا برنامج اسمه كينج حمد فيث إن ليدرشيب فيلوز، أنا من هالفيلوز، وحبيت أشكر الجامعة البريطانية في البحرين أنها هي أعطتني الفرصة أن أكون موجودة هنا وإدعمتني أن أكون موجودة. اليوم المؤتمر والملتقى يتحدث عن التعايش السلمي،
الرئيس الغوثني يتكلم عن شلون نقدر ندخل التعليم في التعايش السلمي، وانا من وجهة نظري انها شيء وايد مهم. مركز الملك حمد اليوم يقوم على المستوى المحلي في تعزيز هذه الصور من خلال التواصل مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات المدنية، ولربما ابرز هذه التواصل اليوم احنا نشوفها مع وزارة التربية والتعليم في تعزيز قيم التعايش في محاضن التعليم اللي تقوم في وزارة التربية، سواء من خلال مناهجها المتقدمة والمتحضرة أو من خلال التدريس داخل المدارس، اللي اليوم احنا تم استعراض مجموعة من التجارب اللي تقوم فيها البحرين من مئات السنين، ولكن تجلت صورها اليوم في العهد الإصلاحي جلالة الملك. البحرين من أزمنة طويلة تشتهر وتتميز بالتسامح والتعايش مع كل الديانات وكل الطوائف، والله يحفظ البحرين ويديم رايتها. أولا أنا فخورة كوني بحرينية، فخورة في البحرين. في البحرين هنالك مدينة تستطيع خلال ساعتين فقط مشيا على الأقدام أن تعبر خلالها من مسجد جاسم المهزع إلى الكنيسة اليهودي إلى المعبد الهندوسي الذي ما يقارب 200 سنة. القطاع التعليمي في مملكة البحرين كان الحلقة الأوسع هذه السنة ليشكل النموذج الاستثنائي والطريق المشرق أمام جعل الانفتاح والتنوع الثقافي والعرقي واحترام الاختلافات سمات رئيسية لتآلف مختلف فئات المجتمع وتحويلها إلى نهج عمل للارتقاء بعوامل التنمية والأمن والاستقرار في شتى المجالات. هذا المؤتمر جسد طيبة وتركيبة أهل البحرين منذ القدم وما لهم من دور في الصروح التعليمية لنشر قيم التسامح والتعايش، والذي قاد هذه المسيرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، ونهج جلالته لنشر هذه القيمة بين الشعوب. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.